مشاهدينا الكرام، السلام عليكم، أهلا بكم إلى عدد هذا الأسبوع من برنامج الاقتصادي الأخضر. عدد هذا اليوم يتضمن بداية ملفا حول حملة جني التمور الجزائرية على مستوى ولايتي بسكرة ووادي سوف، مع تركيز لمستويات الإنتاج وتأثير الحرارة على نوعية المنتوج وعمليات التصدير. العدد يتضمن أيضا ربورتاجا حول عملية تنظيم السوق وإخراج مخزون البطاطا ضمن نظام سيربلاك وتأثير ذلك على أسعار هذه المادة. وأخيرا سنقف على واقع الاستصلاح الفلاحي بمنطقة معذر بوسعادة وأهم الانشغالات التي تواجه المستصلحين. تفصيل كل هذه المواضيع بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. انطلق موسم جني التمور الجزائرية على مستوى ولايتي بسكرة ووادي سوف. منتوج هذا الموسم جاء متوسطا كما، مع تأثير واضح للحرارة المرتفعة للصائفة الماضية على نوعيته، مما قد يؤثر على عملية التصدير. المنتجون يتطلعون إلى مزيد من المرافقة لتجاوز مشكل الكهرباء والماء، والمصدرون يأملون أيضا في تسهيلات جديدة في مسار التصدير. وحول هذه المعطيات عدت الزميلة حورية حرات هذا الملف، تابعوا. منذ سنوات طويلة تحتفظ الجزائر بتصنيفها ضمن المراتب الخمسة الأولى عالمياً وعربياً في مجال إنتاج التمور. أعداد نخيل الجزائر تقارب 20 مليون نخلة بمختلف الأصناف. حجم إنتاج التمور هذا العام يفوق 900 ألف طن، لكن الحرارة المرتفعة جداً أثرت على نوعية التمور. انا احكي لي واحد شيخ كبير في عمره 90 سنه، قال لي عمري ولا شفت السخانه هذه الدرجه. هذه المنتوج جا كان المناطق البعيده والسخانه كما راحت تضرت ولا دوزيام، والمناطق اللي مظله لبعضها وراويه ما بقات مليحه ومليحه ونوعيه زينه، تقريبا قولي النص تاع التمر راح. وهذا لو كان نخدموا فيه نحطوا فيه شامبو فرواه. العام هذا التمر كله ناقص كامل على الوطن الكل، لان العام زياح سخون بزاف بزاف. اليوم وبكري منها كان العام كان سمح وكل شيء، التمر كيما ديما سمح يجي شمره، السنة التمر ناقص كل كيما تشوفي فيه يابس كله يابس. السخانة قوية هكا على بالك، السخانة قوية السنة ملي دخل الصيف، وهي سخانة وهي سخانة لهذا اليوم. عمليات جني التمور في ولاية بسكرة ووادي سوف وباقي ولايات الجنوب انطلقت هذه السنة قبل الأوان لتفادي تعرض التمور إلى التلف بسبب الحرارة. هذه منطقة طولقة وتحديداً بلدية بوشقرون، فلاحو المنطقة يعانون من تراجع مستويات المياه الجوفية وعدم الربط بشبكة الكهرباء. مشكل كهرباء المنطقة هذه راك فيها وراك واقفة فيها 20 سنة احنا نشكو. ها انا جايب تريسي على 5 كيلومتر مش ماشي، يعني نجيب الجروب ندي فيه ورجع بالجروب، والمازوت كرهنا بعد. كاين فلاحين حذايا جاري هذا عمر، هذا عنده موتور دود يدي فيه بالطوموبيل، العشوة يروحوا الصباح يجيب لنا سقوه يسقوه له. عدد العمال الى المويات تقريبا متوسط عدد العمال 120 عامل في الشهر. وبالنسبة للتصدير لحقنا وين صدرنا 3000 طن. الوقت هذا من 100 عامل يعني لهنا، وعندنا تقريبا في الجمله كامله حوالي 250 عامل كامل يعني خاصه في البريود هذه. وحدات توضيب التمور في ولايه بسكرة ووادي سوف تقوم بتحويل التمور ذات النوعيه المحدوده. الماده الاوليه 90% نجيبوا فيها من الجنوب، من الجنوب، من ورقلة، من الواد، من تبرت، من جامعة. هذه هي تقريبا هذه هي المادة الأولية تاعنا 90%. يعني هنا في المنطقة تاع الجهة تاعنا تقريبا
من 10-20% نقمه كثرة نقمه أسواق آسيوية وين كاين طلبيات تاع التمور للدرجة الثانية وثالثة، هي اللي مطلوبة تكون الثمن تاعها ضعيف ومقبولة في الدول الآسيوية كيما ماليزيا كيما اندونيسيا كيما حنا اون اكسبورت توت فاريتي دو دات توت كاتيجوري دو دات اي سورتو لي دات كون ريفالوريز لي دات اللي رانا نعطوهم قيمة مضافة اللي كانوا بكري يتباعوا في الشوايل ولا يروحوا في الطرق اي اونكور وسورتو يروحوا علي مونبيتا هذوك هما اللي رانا نفالوريزيو فيهم منهم دقلتنور باسكو دقلتنور كيما شفتي في المزارع النخله واش تنحي تنحي المليحه تنحي المواد المويه تنحي النيميرو 3 تنحي النيميرو 4 تنحي اليابسه وتنحي الطريه وتنحي الحامضه وتنحي الطاشي وهذو اللي دات حنا سي سي دات لا كون اكسبورت باسكو لي بيل دات لي تري بيل دات سون شير اي سون كونسومي ان ماجوريتي لوكالمون لو كونسوماتور الجزائريان ياكل في التمر المليح دقلتنور اللي يهضروا عليها sur les marchés, c'est la belle de l'autre, c'est le régime. Elle dit qu'elle ne peut pas passer. Nous avons des concurrents. تصدر الجزائر حوالي 45 ألف طن من إجمالي الإنتاج، أي ما يمثل 5% فقط. Nous exportons dans 25 pays, 5 continents. L'Australie, les États-Unis, l'Europe, Proche-Orient. L'Indonésie, Malaisie, la Corée, les îles Maldives, vous savez là, avec des dates à un prix compétitif. Parce que donc, tu as vu dire, ils sont maintenant les dates les grablés. L'Irak, l'Égypte qui est le premier producteur mondial, l'Égypte qui est le premier producteur mondial, l'Arabie Saoudite, troisième pays mondial le producteur. لكن عملية تصدير التمور تواجه الكثير من الصعوبات. لما نروح نشتري التمور نجد منافسين يجوا يشريوا معنا في نفس السوق بصح ما عندهم حتى علاقة بالتمر. ناس سي دي سبيكيولاتور يشريوا التمر ويروحوا يخزنوه وينافسوا يطلعونا الأسعار تاع السوق. ومن بعد في جينا في شهر مارس افريل قلنا نبيعوا لكم التمر ما عادوا نبيعوه لكم في حين احنا هذا التمر اللي رانا نخدموا فيه لحد الان سي سي دي دات دو فابل فالور مارشون يعني قيمه تاعهم ضعيفه احنا نجيبوه نوضبوه نغسلوه نديروا له جميع العمليات تاع التوظيف باش نبيعوه باسعار تنافسيه اللي هي مع الدول كما الدول اللي تنافس فينا مثل تونس عندنا منافسه شرسه في الخارج. كاينين بعض الدخلاء كما نقولوا بعض الدخلاء اللي راهم يفسدوا في المارشي تاع التمر هذا، فهمتني؟ انهم يطيحوا البري لهيه، انهم يحاولوا ثاني يغشوا حتى التمور اللي من هنا تروح مغشوشه لبلدان اخرى ثم تفسد ليماج تاع البلاد. احنا نحبوا ديما احنا البروفيسيوناليزم لازمنا نبازيو على البروفيسيوناليزم هما اللي يصدروا التمور هذا باسكو باش يمدوا ليماج المليحه تاع البرودوي هذا. يخرجوا المنتوج بلا سيرتيفيكا؟ وي. كاين باسكو علاش كاين دي انترميديير لا بريبار الناس اللي ما عندها سيرتيفيكا تخرج بار انترميديير هذه هي وهما يكسروا لكم الاسعار هما يكسروا في الاسعار دوك في قضيه الدوفيز كانوا عاطينا واحد المبلغ فهمت وهذه المده الاخيره هذه نحولنا وحنايا التصدير تاعنا وكل مبني حسابيا كل مصدر راح يدير حسابه قداش التكلفه تاعو حنايا كنا في الشيء اللي صدرناه قبل التاريخ هذا اللي تزيد التعليمه كنا في حسابنا كنا مدارين هذه 20% ناخذها ودرك ماناش عارفين شنو هي حتى لحد الان ماناش عارفين وشنو القانون اللي يضبط هذه العمليه هذه تاع 20% ماناش فاهمين لحد الان ماناش فاهمين ويعتبر مصدري التمور ان انجاح عمليات التصدير تتم بتضافر جهود كل الشركاء في الميدان autorités les راهم en relation avec nous منهم لي فينانس avec la douane لازم تعد فاهمه وشنو هو دق التمر اللي راهي تروح في كل كاين اون بتيت بارتي اللي تروح بال مارشانديز سورتو ان اوروب مي لا ماجوريتي سي دي دات كونديسيوني كي سي دي دات تريتي حنا حبينا لا دوان يجوا يشوفوا بعينيهم ويدوروا توت لي زونيتي اللي كاينين لي زونيتي كي فون ترافاي دو موند يا ودي دق التمر ماهيش غير هذيك اللي تاع 60000 و70000 هاكم شفتوا بعينيكم يجوا يشوفوا سي لا بيريود
ولازم لي ريونيون يندارو قبل لا كومبان. وبسبب تكاليف الانتاج تتعرض التمور الجزائريه في الخارج الى منافسه قويه. السعر اللي راهم يبيعوا به باغ اكزومبل خاوتنا التوانسه السعر منخفض ما يقدر احنا ما نقدروش بالشيء اللي راه عندنا احنا في الجزائر ما نقدروش ننافسوهم في اسواق تونس موجوده في جميع انحاء العالم وتصدر اكثر منا التمور رغم ان الامكانيات تاعنا احنا عندنا امكانيات كبيره عندنا انتاج تاع التمور عندنا اربع خمس ولا ست خطرات قد تونس ولا اكثر بصح احنا ما لحقناش باش تكون اسعار ثابته تنافسيه بالنسبه لنا احنا التمر تاع الجزائر يتباع دائما اغلى من تمر تونس دونك الزبون الاوروبي او الزبون تاع اسيا كي يشوف التمور التونسيه اقل سوق من ثاني يقول لك كيف انا ناخذ تونسيه وما ناخذ جزائري بصح حنا اوني اوبليجي باش نبيعوا باسعار اكثر لان التكلفه عندنا اكثر. دوك حنا نهضروا باريسوبل على التمور هذه التمور تاع التروازيام والكاتريم شوا نورمالمون على الاقل تبدا من 2 دولار وطلع فهمتيني هذا هو المبلغ اللي نقول راهي الان؟ دوك الان راهي من حتى من 0.20 وطلع. هذا الامر ما يساعدكمش يكون السعر منخفض. حسب بينا ما يساعدناش الامر احنا نخدموا باش نبيعوا المنتج تاعنا وباش نربحوا فيه. كما أن غلق المنافذ والحدود البرية يتسبب في تعطيل الكثير من عمليات تصدير التمور نحو البلدان المجاورة للجزائر. بالنسبة لإفريقيا ثاني نجد الجزائر الحدود نتاعها مازال ما تحلتش واش كاين الحدود بين من جهة تمر راست اللي يروح لإفريقيا يعني مرة في الشهر ما يكفيش. يعني نتمنى للحدود تتحل خاصة المعابر نتاع اليوم نتاع مع النيجر كذلك بالنسبة لمعبر الدبداب نطالبوا باللي المعابر أنها تتحل لأن إذا تحلت هذه المعابر راح يسهل من عملية التصدير لحد ساعة بعض المصدرين اللي مالفين الآن في هذا الوقت الساعة اللي نتكلموا فيها كانوا يصدر 1500-2000 طن الآن الظروك أنهم يقول لك أنا ما قدرش نخدم وخاصة عندهم صعوبات مع البنك مع وزارة التجارة مع الجمارك عندهم صعوبات شوية نتمنى المسؤولين على هالقطاع يحلوه خطرة إذا ما تحلتش احنا لما ننجو وما يتصدرش راح تعود لنا مشكلة وكساد في المواد نتاعنا وإحنا الزراعة كل يوم تتوسع وبالتالي إذا ما كانش بوابة التصدير إن شاء الله يتحل الباب على مصراعيه راح نولد لنا مشكلة. ولا يمكن الحديث عن التمور دون الإشارة إلى علامة دقلة نور شهادة الاعتماد يتحصل عليها من يرغب في التصدير من خبراء يأتون من تونس. هي إيكوسيرت هذه شركة دولية من المقر تاعها نظن في بروكسل هي عندها الخبراء نتاعها يجيو ياخذوا العينات باش يعطوا هذيك الشهادة الشهادة للمصدر يقول بلي هذا التمر راهو بيو باش يعتمدوا باش كيبيع في الخارج ديك الشهادة معترف بها حنا ما عندناش ممثل هنا يجي واحد من تونس يبعثوه يجي هنا ياخذ عينة ويدير التحاليل وعلى ضوء هذا يعطوا الشهادة ما عندناش منظمة هنا محلية اللي يعني علاش ما عندناش هي 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 هذيك المؤسسة هي شركة خاصة لأن التنظيمات الدولية يقول شركات خاصة ما يعتمدوش على الدول ما عرفناش احنا واحد الوقت تكلمنا معاهم وقالوا هنا رايحين نفتحوا فرع في الجزائر وعينوا اثنين ولا ثلاثة ومن بعد راحت للأسف احنا نتمنى ويكون هذه الشركات نسهلوا المهمة يجيك واحد من تونس باش ياخذ عينة ويدير تحليل يعني لابد اننا نخدم على الليباليزاسيون نتاع دقلة نور من الحد الان لازم احنا دائما في كل مره هنا نخدموا لحد الان مازال ما كان والو وعلى هذا الاساس نتمنى من الوزاره انها تاخذ هذا الملف يعني بجديه عائدات تصدير التمور لا تتعدى 49 مليون دولار قيمة مالية محدودة جداً بالنظر إلى الإنتاج كماً ونوعاً.
تطوير التصدير يحتاج إلى تنظيم السوق الداخلية وتذليل الصعوبات أمام المصدرين. بعدما التهبت أسعارها طيلة الأسابيع الماضية، شرع مؤخراً في عملية إفراغ مخزون البطاطا في عملية تهدف إلى تنظيم السوق ضمن نظام سيربالاك. العملية مست مختلف ولايات الوطن في نقاط بيع، وفي انتظار دخول منتوج ولايات أخرى حيز التسويق، ينتظر أن تعمل هذه العملية على إعادة أسعار هذه المادة الاستراتيجية إلى مستوياتها الطبيعية. روبورتاج دليل بعزيز. هي صور لشاحنات تغادر غرف التبريد المتواجدة في عدة ولايات محملة بالبطاطا متجهة نحو الأسواق عبر كامل ربوع الوطن، حيث باشرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في عملية تفريغ مخزونات معتبرة من مادة البطاطا قصد خفض أسعارها التي عرفت منحنى قياسيا في الفترة الأخيرة. العملية تدخل في إطار برنامج تنظيم السوق ضمن ما يعرف بنظام سيربالاك، حيث تم استحداث عدة نقاط بيع مباشرة من المنتج إلى المستهلك مع تسقيف السعر بأن لا يتعدى 50 دينار للكيلوغرام الواحد. جواب 5000 أنا كنز من ما نشريهاش، ما قدش نشريها مضى، وشنو سهلوها علينا بارك الله فيهم. تغزمي البرا راه يدير ايه نش منها باسكو ساميل شغل حاجه مليحه في شغل كي داروها بارتي وشغل صافا تنقص شويه هاد الازمه تاع البطاطا كاع مليحه مليحه عطيهم 5000 راني جاي نديكاجو ديرك انا الفلاحين باش يعني يسلموا هاد المنتوج تاع البطاطا اللي مطلوبه من المواطنين بسومه معقوله تاع 50 دينار عوضا على الشيء اللي شوفوه تاع المضاربه اللي راها 120 حتى 140 دينار وهذا يعني غير مقبوله. ولهذا كانت تعليمات السيد الوزير الفلاحه والتنميه الريفيه طلب منا باش يعني نديروا ديستوكاج على بوم دو تير وقمنا بالعمليه. واليوم تقريبا نقول لكم قريب 100 نقطه بيع على مستوى وطني اللي راه يعني قلعت في التوزيع تاع البطاطا خاصه ديريكتومون للمستهلكين. العملية جندت لها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية كل الوسائل اللوجستية والمادية لفتح أكبر عدد ممكن من نقاط البيع التابعة للمؤسسات الاقتصادية تحت الوصاية لبيع مادة البطاطا مباشرة للمستهلك في انتظار استمرارية وتعميم هكذا إجراءات على مختلف المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع. اليوم على مستوى ولاية عين دفلة ديستوكينا قريب 6000 طن قريب 6000 طن اللي غادي تمس كل دوائر تاع الولاية، كذلك حوالي 3000 طن تانيك اونيفو دو بويرة باش نغطي الاحتياجات تاع ولاية بويرة ونغطي البلاطة تانيك تروح حتى لتيزوزو من بويرة تروح حتى لتيزوزو باش تغطي الاحتياجات تاع ولاية تيزوزو. بالنسبة لبومبرداس كان نقط بيع اللي راه موجود تما كاين كمية كبيرة اللي خرجوها للستوكر وراها يعني موجوده في بومرداس في حماديت في خميس خشنه ما في مارشي دو كرو. بالنسبه للعاصمه، العاصمه حدينا يعني نقطه بيع بديناها يعني كاين باب الزوار وكاين في باب الواد. باب الواد اليوم شاهدتوا ديال البطاطا بدات تخرج من اليوم، بدينا نمولوا نقطه البيع تاع باب الواد اللي هي نقطه كبيره، وكاين تانيك في عين منيال دانيك نقطة بيع وراها تقريبا دانيك الفلاحين هما اللي راهم يعني يبيعوا المنتوج تاعهم يعني، وان شاء الله الايامات اليوم جايين غادي يكون فيها ديستوكاج ماسيف باش نغطيو كاع الاحتياجات. ريتاما راه بدات تدخل تدريجيا المنتوج نتاع المناطق كيما تاع الواد كيما تاع مستغاليم كيما تاع عدة مناطق يعني اللي تاع ليو بلاطو فيها تدخل البطاطا تاعهم تيارت حتى تدخل لا ري سيزون.
عملية تفريغ مخزون مادة البطاطا مبادرة لقد استحسان العديد من العائلات الجزائرية، ومن شأنها كسر جشع المضاربين في انتظار تعزيز السوق الاستهلاكية بدخول منتوج ولايات عديدة من هذه المادة، وهو ما سيعيد الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية. يعد معذر بوسعادة بولاية المسيلة قطبا فلاحيا هاما بالنظر إلى قدراته العالية في إنتاج بواكر الجزائر من الخضر والفواكه. ديناميكية معذر بوسعادة تحركها إرادة المستصلحين الذين يسارعون بشكل يومي الطبيعة ويتطلعون إلى مزيد من المرافقة تجاوزا لانشغالاتهم وتوسيعا لاستثماراتهم. روبورتاج سهام ريغي. المسيلة الولاية التي تجاوزت اليوم بكثير طابعها السهبي الرعوي وتحولت إلى قطب فلاحي هام بعدما خاض فلاحون من المنطقة ومناطق أخرى عمليات استصلاح أعطت نتائج واعدة، خاصة في منطقة بوسعادة التي أصبح المعذر بها أحد أهم أقطاب إنتاج الخضروات المبكرات. كاميرا برنامج الاقتصاد الأخضر وقفت على عينات مختلفة وتجارب تنقل إرادة المستصلحين وترصد أيضا هم انشغالاتهم. عندي واحد 130 هكتار فيها 31 ولا 25 زروديه وفيها 33 بطاطا. وفاش الوقت وجد؟ البطاطا باقي لها شهر هكذا في تبر بي. والزروديه مع 20 يوم شهر ثاني من على شهر في زوج كنا واجدين كل مره ناخذمو هذو ومن بعد نقلعوهم نعاودوهم قمح وشعير السنه راه ناقصه شويه على البذور. تعذبنا في البذور عملي فاتت علي دخلت من الخارج دخلت ناقصه. نورمالمون ما ينقصوهاش نورمالمون ينقصوها بشويه حتى نقبضوا احنا روحنا. احنا الزريعه عملوا شريتها ب 20000 رانا متلاقين شويه مشاكل الطريق عندنا مش معبده راه في 50 احنا نطالبوا ما كاش اللي يخدمها لنا. نعانوا ثاني من رصيد الابار الحفير ثانيا رانا نستناو مازال ما كان والو. لو كنت تكون قال كيما نقولوا متابعه وتكون الاخر ما عليهش ما عندنا الارض عندنا الماء عندنا كلش ما يسمى باقي غير تقنيات باقي اوتوريزاسيون تاع الحفير يطلقوها وباقيه قال كيما نقولوا لي زونغري كان زادوهم كنا كنا نشوفوا مليون درهم 1200 شويه تكون المساعده قال كيما نقولوا ما كان حتى مشكل وتمشي الحاله ولا باس. مساحات واسعه تم استصلاحها بمنطقه معذر ببوسعاده تنتج أهم الخضروات. الفلفل الحار ببوسعادة عرف في السنوات الأخيرة إنتاجاً وفيراً لكونه ينمو بشكل ممتاز في الأجواء الحارة وتحت أشعة الشمس مع توفر الرطوبة المستمرة، فهو يحتاج فترة زمنية محددة ليصبح جاهزاً للقطف كما هو الحال بالنسبة لهذه المستثمرة الفلاحية التي يعكف صاحبها على اختيار النوعية الجيدة بسواعد شباب وأهالي المنطقة لتسويقها داخل وخارج الولاية. الحمد لله رانا نخدمو رانا نداوي فلفل رانا خدامه يوميا والحمد لله الرزق الحلال باهي وكاع. احنا برواحنا فلاحه سوا معي معروفه بالفلاحه نورمال وخاصه الخبن هذه معروفه بالفلاحه ومنتوج المليح ورانا نثابرو والحمد لله. المهم نخدمو نوضو بكري جوايه الرابعه نروحو نتقهواو ونعاودو نجو لهنايا ونخدمو حتى ال11 ونخرجوا وتصور جورني والحمد لله يا ربي. تحب يخدم جورني يحب يخدم ياطاش اللي يحب الجورني راه متوفر كما تحبي في النهار ب 300 ب 400 كما اللي يبغى. هذه دوكا سلعه نخدموا في لوزين مع لوزين حنايا دوكا التسويق تاعنا الرسمي لوزين رسمي لوزين السوق نهار طالع نهار هابط ما تعرفيش حتى كيفاه. مي اللي هنا اللي يخدم ينتج يخدم ينتج انما ولا تاكل المصروف تاكل تاكل لي زانغري الخدمه الدواوات هكذا وفي الانتاج تاعو سنا ناقص شويه مي مال في جيب خيرات نخدموه متعدى الخدمه جريوات فلفل ثوم بصل فول نخدموا كل شيء. احنا ماذا بينا قد ما تعاونوا يعاونونا الفلاحه وهذيك قد ما نخدموا. نقلنا انشغالات الفلاحين إلى القائمين على القطاع الفلاحي بالولاية بهدف الوقوف أيضاً على مسيرة التنمية الفلاحية بالمسيلة.
في تذكير أن ولاية المسيلة تربع على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 1,600,000 هكتار، منها فقط 277,000 هكتار قابلة صالحة للزراعة. يعني هذا الشيء القليل اللي رانا، هذا هو الرهان تاعنا والتحدي اللي راح نرفعوه مع إخوانا الفلاحين والمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين للوصول إلى مضاعفة إلى يعني إلى غاية توسيع المساحات الفلاحية وتوفير الأريحية أكثر للفلاحين من ناحية توفير عوامل الإنتاج، لا سيما توفير الموارد المائي وإدخال العملية الهيكلية الأخرى من فتح مسالك فلاحية، من توصيل كهرباء فلاحية. وهنا يعني ولاية المسيلة عندها حاليا برنامج جد طموح في آفاق هذا العام إن شاء الله قبل نهاية السنة لربط أكثر من 4,325 مستثمرة فلاحية بالتنسيق فعال مع مصالح صنع الغاز للانطلاق خلال الأسبوع القادم إن شاء الله في بداية الربط عبر الولاية. يعني كل فلاح يتوفر على مورد مائي، بئر أو منشأة فلاحية وتجهيز قابل للربط كهرباء الفلاحية، وبالتالي الكهرباء الريفية راح توصل يعني ببرامج أخرى تتكفل بها السلطات المحلية. معذر بوسعادة عينة أخرى عن الجهود التي تبذل وعن إرادة الفلاحين في قهر صعوبة الطبيعة واستصلاحها. الخيرات التي ينتجها المعذر بشكل موسمي ينبغي أن تعزز وترافق من قبل المسؤولين حفاظاً على هذه القفزة التنموية الواعدة بهذه المنطقة الفلاحية. مواضيع هذا العدد من برنامج الاقتصاد الأخضر تمت، وتبقى عناوين مواقع التواصل الاجتماعي للتلفزيون الجزائري الظاهرة أسفل الشاشة في الخدمة للتواصل مع البرنامج. نلتقي في عدد جديد ومواضيع جديدة. إلى اللقاء.